thank uh you -huh. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان بحدود تسع درجات مئوية لكن الصغرى الملموسة المتوقعة في عمان بحدود خمس درجات مئوية وبإذن الله اعتبار المساء يوم الأربعاء ليلة الأربعاء على الخميس ستتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي ورياح غربية رطبة هذا المنخفض الجوي بيكون يتمركز فوق تركيا وهو يصنف من الدرجه الاولى وهي اضعف فئات التصنيف للمنخفضات الجويه، وبشكل عام ستتاثر المملكه ليله الاربعاء الخميس بامتداد لهذا المنخفض الجوي وكذلك صباح يوم الجمعه، لذلك تسقط زخات متفرقه من المطر في شمال المملكه تمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى وتدريجيا ينتشر سقوط الامطار يشمل مناطق اكثر في المناطق الجنوبيه خاصه صباح يوم الخميس وبناء عليه فان الاحوال الجويه المتوقعه لثلاثه ايام القادمه يوم الأربعاء أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا، والحرارة العظمى المتوقعة في عمان بحدود 13 درجة مئوية، هي تقريبا حول معدلها 13 14 درجة، هي حول معدلها تقريبا في مثل هذا الوقت من السنة، لكن الأربعاء ليلا تتأثر المملكة زي ما حكينا بامتداد لمنخفض جوي ورياح رطبة، لذلك تتكاثر الغيوم تدريجيا وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا لتشمل بقيه المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحراره، اجواء بارده غائمه جزئيا، تسقط في ساعات الصباح زخات متفرقه من المطر في اماكن متفرقه خاصه الشماليه والوسطى والجنوبيه، والحراره العظمى المتوقعه يوم الخميس 12 درجه مئويه، الامطار ليست شديده انما هي امطار متفرقه. يوم الخميس ليلا اجواء بارده ودرجات الحراره متدنيه، الصغرى المتوقعه في عمان بحدود أربع درجات مئوية لكن ستتأثر مناطق البادية والسهول الشرقية بانخفاض واضح وكبير في درجات الحرارة لذلك بتكون الأجواء باردة ولذلك نحذر من تشكل الصقيع في مناطق البادية والسهول الشرقية ليلة الخميس على الجمعة، يوم الجمعة في استقرار على الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء مشمسة بشكل عام، درجات الحرارة بتكون تقريبا حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، راح تسجل عظمى في عمان بحدود 14-15 درجة مئوية ويوم الجمعة ليلا بتكون الأجواء باردة صافية وباردة والحرارة الصغرى بحدود 5-6 درجات مئوية ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة هناك امتداد لمنخفض جوي هذا المنخفض بمركز حو... فوق تركيا وستتأثر المملكة ليلة الأربعاء على الخميس بامتداد لهذا المنخفض الجوي وبالتالي تسقط زخات متفاوتة من المطر مساء يوم الاربعاء وصباح الخميس وهناك بروده اضافيه ليله الخميس على الجمعه ونحذر من تشكل الصقيع في مناطق الباديه والمرتفعات الشرقيه. اعزائي المشاهدين من طقس العرب نحييكم والى اللقاء.